سي. فالأوبزرفابيلتي ماتريكس راح نستعمل الرمز N إلها. هون عندي هون سي، بعدين عندي سي اي، سي اي سكوير لحد سي اي الى ان ماينس. اوكي، شبيهه بهاي. ايش الاختلافين الاساسيين؟ هون طبعا عندي بي، واضح ليش عندي بي، لان عم بحكي عن كنترولابيلتي. هون عندي سي لاني بحكي عن اوبزرفابيلتي. هذه عندي هون كانها رو سوبر ماتريكس اذا بدك تسميها بهذا الشكل، وهي كانها كولوم سوبر ماتريكس. الاوردر تبع هذا بي اي في بي، وهون عندي سي في اي. هلا هاي احتمال كبير بعطيكم اياها في الامتحان، ما بطلبكم تحفظوها. سي في اي، فصار عندي هلا نتطلع على الدايمنشنز. عندي سي ايش الدايمنشنز تبعتها؟ ام هون في ان هون، فهذه ان راح تكون زي ما كانت هاي ان، هذه من هون ان. هذول قديش عددهم؟ عندي من واحد لان ماينس واحد وبعدين هذا، مش هيك؟ فهذول عددهم ان، فهذول هاي راح يصير الدايمنشنز تبعتها ام ان في ان. اذا شو الرانك ممكن تكون؟ اقصى رانك لها ممكن تكون ان، مش هيك؟ نفس الشيء، لانه هاي اكبر، ام ان اكبر من ان، ام على فكره انتجر مش هيك؟ فاكيد ام ان راح تكون اكبر من ان. اذا انا بدي افتش على السكوير ماتريكس الان باي ان اللي موجوده داخل هاي، اللي الديتيرمنت تبعها مش زيرو، عشان اقول انه الرانك تبعت هذه ان. واذا كانت الرانك تبعت ان الماتريكس كابيتال ان، الرانك تبعتها كانت ان، معناها بقدر اقول انه السيستم ايش بكون السيستم؟ فولي ستيت اوبزرفبل. اذا اف ذا رانك اوف ان از ان، ذن ذا سيستم از فولي ستيت اوبزرف. اوكي، نعم تفضل. فوق مثلا عندنا بي في اي بي، ايوه مثلا بي لاحظ بي 21 مثلا مكمل اي 21 بي 1 ماتريكس كامل هاي بدك تاخذ واحدة منهم، اول ماتريكس بتحطها، هذا الخط معناها انه يعني بس بحطها جنبها اي في بي. قديش الدايمنشنز على فكره تبعت اي في بي راح تطلع؟ نفس الدايمنشنز تبعت بي، وهاي نفس الدايمنشنز تبعتها. الرود الثاني قصده هو تحت البي؟ لا، هي البي راح تكون فيها 1 2 3 4 لحد ان. ما هي ايش الدايمنشنز تبعت بي؟ ان في ار. كم رو في بي؟ فيها ان روز، فهي نفسها راح تصير هاي. اذا بدك حطها هيك بدك هذول وكلهم راح. وهلا هاي نفس الشيء، تذكر سي شو كانت؟ هيك مزبوط، فكان فيها هلا عددهم اللي فيها راح يكون عندي ام، مش هيك مزبوط؟ فاذا عدد الانبوتس واحد شو راح تصير هذه؟ عفوا عدد الاوتبوتس واحد، هاي راح شو راح تصير؟ واحد. شو راح تصير هاي الماتريكس اذا كان عدد الاوتبوتس واحد؟ ان باي ان. شو راح تصير الماتريكس؟ سكوير ماتريكس. واذا صارت سكوير ماتريكس معناها بفتشش عن الرانك، شو بعمل؟ بفحص الديتيرمنت، بفتش انها نون سنجلر ولا لا. اذا كانت نون سنجلر معناها الرانك تبعها ان. يعني هون الحاله الخاصه لما ام يكون يساوي واحد معناها عدد الاوتبوتس نمبر اوف هون outputs، هون كنا نحكي عن inputs. إذا هون number of outputs is equal to one، إذا بتصير عندي n هي n by n matrix، مش هيك؟ هون بفتشش عن الرانك يعني، أو مباشرة إذا قلت إنه determinant تبع هاي non zero معناها الرانك تبعها n. إذا هون test determinant أو إنها singular أو non singular. بس إذا كان عدد m مش واحد ما بقدر أحكي عن singular. اوكي، كل فاهم ليش ما بقدرش احكي عن سنجولار نون سنجولار سكوير ماتريكس.